ظروف الحصار اللي بتعانيها الغوطة الشرقية، هذا الحصار أدى نتائج سلبية على جميع القطاعات، أهم هذه القطاعات ما بتعرف القطاع الصحي. نحن كمركز حكيم الفترة الأخيرة لقينا كثير صعوبات بمعالجة الأطفال سوء التغذية. نحن خلال 6 شهور الماضية تابعنا حوالي 4000 طفل من عمر يوم لعمر 6 شهور. تقريبا كان نصف الأطفال اللي يعاني من نقص حليب الوالدي اللي عنده نقص بالإرضاع حوالي نسبة حدود 25%. بدنا نوصل ل 416 طفل مصابين بنقص وزن شديد ناجم عن الحاجة للحليب الصناعي. تقريبا هي النسبة 10%، طبعا مثل ما حكيت انه النسبة توصل ل 25% بسبب انه عدم وجود حليب كافي. نحن اضطرينا نقتصر على معالجة الأطفال اللي حالتهم أشد فقط. الحالة اللي فيه إرضاع خفيف أو إرضاع خلينا المتوسط أنه نوع من الإرضاع حاولنا نحن ناخذ الأشد فالأشد. طبعا هدول الأطفال طبعا كان عندهم درجة خفيفة من سوء التغذية. بالنسبة للمرحلة العمرية الثانية احنا عملنا برنامجنا مرحلة عمرية من 6 شهور لخمس سنوات. هاي المرحلة بصراحة هي مرحلة النمو السريع للطفل، مرحلة نمو القدرات، التطور الروحي الحركي، هي أهم مرحلة. إذا ما كان الطفل عنده نمو سليم ما راح ينتج عنا جيل سليم. طبعا هذا الشيء عم نشاهده نحن من خلال الأطفال المدارس اللي عم تصير عنا على طول، في عنا عدم تطور روحي حركي واضح. الست أشهر الماضية نحن قدرنا نوصل ل 3072 طفل في مختلف أنحاء الغوطة الشرقية. عملنا مسح لهون، كان في عنا عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية 1806 أطفال موزعين على 3 درجات. عنا كان الدرجة الشديدة درجة سوء التغذية الحاد الشديد السام حوالي 123 طفل، المتوسط 388 طفل، والخفيف 1295 طفل. نحن كنا نعتمد المعالجة على نوعين من العلاجات، الحليب العلاجي اللي نحن نسميه الـ 100 والـ 75، وفي عنا الحليب الزبدة العلاجية، زبدة الفول السوداني، أنواع الثلاثة العلاجية والوقائية والتكميلية. طبعا سبب ظروف الحصار اللي كنا عم نعاني منه ما قدرنا نحصل على هاي المواد عن طريق اليونيسيف، عن طريق مساعدات الأمم المتحدة. دخلت قوافل بالأشهر الماضية ما بكفي حوالي 10% من احتياجاتنا، احتياجات الغوطة. عم بحكي بشكل عام كأرقام تقريبية. حاولنا بالبداية، بداية عملنا نحن نصنع بدائل محلية من خلال خلطات نحن نركبها ونقدمها للأطفال. بسبب اشتداد الحصار بفترة الأشهر الأخيرة حتى هالمواد البدائل المحلية اللي نحن نقدر نشتريها ونصنعها ما عاد قدرنا نحصل عليها. وبالتالي صار في عنا زيادة بعدد الحالات، والحالات اللي كنا عم نتابعها من الحالات سوء التغذية صار في عنا ترقي من حالة الخفيف إلى المتوسط ومن المتوسط إلى الشديد. ومثل ما شفتوا وسمعتوا بالفترة الأخيرة صار في حالات وفيات، حوالي 7 أطفال من عمر 6 أشهر لخمس سنوات توفوا، عفوا من عمر يوم لست أشهر توفوا، وحوالي 3 أطفال من عمر 6 أشهر لخمس سنوات. امبارح توفت عنا طفلة بحالة سوء التغذية، حالة شديد نقص وزن، حالة شديد نتيجة غياب الإرضاع الوالدي وغياب الحليب الصناعي. دخلت الطفلة بحالة انتان معوي، صار عندها سوء تغذية مختلط بانتان معوي. وصلت لعنا على المركز بحالة المراحل الأخيرة ما قدرنا نقدم لها أي شيء. علاوة عن ذلك في عنا أمر تاني، هو حتى نقص الأدوية اللي عم تعاني من الغوطة الشرقية. حتى الأطفال مصابين بسوء التغذية بحاجة لأدوية معينة متابعة العلاج، كصادات حيوية، مكملات فيتامينات، لقاحات معينة، كل الأمور ما عم تدخل. الأمر كله زاد العبء بشكل كتير كبير. نحن الفترة الأخيرة ما عم نقدر نقدم أي شيء. هلا بشكل عام في حوالي 1000 طفل عم نتابعهم، ما عم نقدر نقدم لحوالي 100 طفل. عم ناخذ الحالات الأشد فالأشد، الحالات المتوسطة عم نتركها بس متوقعين تضل هيك الوضع، رح توصل للحالة أشد.